ما وقفت قريش عن إيذاء المسلمين، بل بدأ يزيد الخناق على الرسول وأصحابه في السنة السادسة إلى السنة الثامنة للبعثة، والخطر صار مباشر على الرسول، حتى إن أفكار اغتيال النبي رجعت بشكل جدي أكثر. فطلب أبو طالب بن بني هاشم الدخول للشعب علشان يشكلون حماية للرسول. كانت ردة فعل قريش لأنها ما قدرت تغتال الرسول إنها تضغط على بني هاشم علشان يسلمون الرسول، فشكلت عليهم حصار اقتصادي واجتماعي، وكتبت صحيفة عقد اتفاق بأنهم يلتزمون فيما بينهم بعدم التعامل مع بني هاشم وحاصرونهم. لكن هيهات، عزيمة المرء المرتبط بالله مستحيل تنفل. ففي داخل الشعب كان أبو طالب أول من طرح فكرة المبيت في الفراش، فكان يوميا يخلي واحد من أولاده يبيت في فراش الرسول ويبدل بينهم، خوفا من أي محاولة اغتيال تمارسها قريش على الرسول. وبعد فترة صارت نزاعات بين المشركين نفسهم بشأن الحصار، فصار بينهم خصامات ومنازعات، بعضهم يأيد الحصار وبعضهم يطالب بفكه. وهني نشوف خبث اللي طبع الله على قلوبهم، من أمثال أبو لهب اللي كان يطلب من التجار رفع أسعار البضائع إلى الضعف، وأنه هو بيشتري منهم البضاعة بشرط يحاصرون بني هاشم ويرفعون عليهم الأسعار. فاشتد الحصار أكثر، وكانوا بني هاشم يعانون من الجوع والتعب. وفي هذه السنة هاجر الفوج الثاني من المسلمين للحبشة، وكان عددهم 83 شخص. في هذه الهجرة أرسل الرسول ويا المسلمين جعفر بن أبي طالب، وصلوا هناك واستقبلهم النجاشي ملك الحبشة، وعاشوا هناك فترة في أمان وأمورهم في السليم. أما مصير بقية المسلمين في مكة كان قاسي جدا، في أشد الأوقات على الرسول في مكة وفي وقت الحصار، ولما ما كانوا قريش يقدرون يقربون من الرسول ويأذونه جسديا، ولا يقدرون يشتمون علنا خوفا من الحمزة وأبو طالب، كانوا يحطون حرتهم في العبيد والموالي. اتفقوا بينهم ان كل قبيلة تستلم تعذيب عبيدها ومواليها اللي يثبت اسلامهم وتحاول ترجعهم عنه، وعلى هالتقسيمة صارت كل قبيلة تمارس التعذيب علنيا على عبيدها ومواليها، مثل آل ياسر رضوان الله عليهم اللي قال فيهم الرسول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. بدأوا يمارسون عليهم التعذيب لين ما استشهد ياسر وزوجته سمية، وظل ابنهم عمار، كانوا يعذبونه ويطلبون منه يشتم ويتبرأ من الرسول، ومن شدة التعذيب ما قدر عمار يتحمل وفعلا شتم الرسول فتركه. راح عمار يركض للرسول خايف على إسلامه من اللي سواه، فسأل الرسول ويش حال قلبك؟ قال ليه قلبي يحبك ومسلم لك ومؤمن بك. فرد عليه الرسول فإن عادوا عد، يعني لو تكرر الموقف ويبغونك تشتمني اشتمني. وهني نزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نرجع مرة ثانية إلى الشعب اللي انتهى حصاره ونشوف شلون انتهى. خبر النبي بني هاشم بأن الدودة أكلت الوثيقة كلها ما عدا اسم الله، مع أن النبي كان داخل الشعب وما قدر يشوف الوثيقة. فقام أبو طالب وكلم القوم وخبرهم باللي قال النبي، واشترط عليهم إن كان اللي قال النبي صحيح فتنتهي القطيعة، وإن كان غير صحيح بيسلم النبي إليهم. واللي صار إنهم شافوا الصحيفة فعلا مأكولة ما عدا اسم الله، فانفك الحصار عن شعب أبي طالب، انفك الحصار عن بني هاشم، لكن جرت أحداث أشد ألما على قلب الرسول. فبعد الحصار توفى أبو طالب، وبعد فترة بسيطة توفيت السيدة خديجة، والروايات تفسر بأن سبب وفاتهم غالبا من سوء التغذية والجوع اللي عاشوه فترة الحصار. قلنا قبل أن اللي تكفل بحماية الرسول كان أبو طالب، فبطبيعة الحال بعد وفاته صارت قريش
تتمادى على الرسول وتتعدى عليه جهارة. فمرة من المرات كان الرسول يمشي في الطريق، جاه سفيه من سفهاء قريش ورمى فوق راس رمل، فدخل الرسول إلى بيته وكانت السيدة الزهراء تنتظره. لما شافته بهذا الحال قامت تشيل الرمل عن راسه وهي تصيح، فكان الرسول يصبرها ويواسيها. لكن لحظة، بما ان احنا نتكلم عن ابو طالب فمن المهم ان احنا نتطرق لقضية اسلامه اللي مع الاسف دخلت في سوق المزايدات السياسية. ابو طالب قضى 10 سنوات تقريبا في حماية ودفاع مستميت عن الرسول، وبالرغم من هالشي يتهم التاريخ بانه مات كافر، بينما ابو سفيان اللي حارب الرسول في بدر واحد والاحزاب وما أسلم إلا في فتح مكة، وكان من الطلقاء، قالوا عنه أسلم وحسن إسلامه. هل هذا منطقي؟ أي إنسان عاقل يقرأ هذا الأمر بيفهم تأثير السياسة في القضية. كل الدلالات تشير إلى أن الوقفة اللي وقفها أبو طالب لا تخرج إلا من قلب عامر بالإيمان، وهذا يفسر على أنه مؤمن، كتم إيمانه مثل ما مؤمن آل فرعون كتم إيمانه، وسبب كتمانه كان علشان يوفر حماية للرسول، لأن كانت مهمة توفير الحماية للرسول مستحيلة لو أبو طالب ما كتم إيمانه. يعني تخيل وياي لو أظهر أبو طالب إسلامه بصفونه ويا الرسول في خانة واحدة وبحاربونه وياه، لكن بإخفاء إيمانه يتصور لقريش إن دفاعه عن الرسول مجرد نزعة قبلية. وفي رواية تقول قام رجل إلى الإمام علي قال له: يا أمير المؤمنين، إنك بالمكان الذي أنزلك الله وأبوك معذب في النار. فرد عليه الإمام: فض الله فاك، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم. أبي معذب في النار وابنه قسيم الجنة والنار، والذي بعث محمدا بالحق، إن نور أبا طالب ليطفئ أنوار الخلائق إلا 5 أنوار: نور محمد ونور فاطمة ونور الحسن ونور الحسين ونور ولده من الأئمة، ألا إن نوره من نورنا، خلقه الله قبل خلق آدم 2000 سنة. واللطيف هني إن قصة مؤمن آل فرعون نزلت في سورة غافر اللي بدورها نزلت في نفس فترة توفير أبو طالب الحماية للرسول. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وهذا يثبت ارتباط أحداث سور القرآن بأوقات الأحداث اللي تجري على الرسول.